مرحبا برج الأسد، أهلا فيك في قراءتك العامة. برج الأسد، هذه القراءة راح تصلح حق الطالع الشمسي وأيضا القمري، والقراءة العاطفية الجزء منها جدا ممكن يكون معكوس، فخذ الجانب اللي يناسبك من القراءة. راح نبتدي أول شيء بالجانب العملي، ومن ثم الحياة العاطفية، وآخر شيء الأخبار اللي أنت بانتظارها أو متوقعها أن تأتي في طريقك خلال شهر يونيو شهر 6. نبتدي طبعا بالجانب العملي ونشوف أول شيء ما هي الطاقة الحالية لك. برج الأسد، هنا قاعدة أشوف لك والنتيجة هو، ما بقول لك نوع من الخسارة، وإنما تنازلات راح تقدمها أنت مش لازم أنك تقدمها أساسا. برج الأسد، قاعدة أشوفك خصوصا في الحياة العملية خلال هذا الشهر تريد أو تسعى لأن تنخرط مع الآخرين. من أجل أن تنخرط مع الآخرين قاعد تتنازل، قاعد تقدم تضحيات، قاعد تقدم مساومات عشان تلتقي بالآخرين في المنتصف، ولكن راح يكون له تأثيره السلبي على وضعك المادي. أنت مقبل على مرحلة جميلة فيها الكثير من الأموال، الرخاء، الاستقرار، ولكن اللي لازم تفهمه يا برج الأسد إن خلال هاي الفترة لا تتنازل، لا تشرك أحد في أمرك، ولا تحاول إنك تقوم بتقليد الآخرين. خليك على أسلوبك. محتاج طاقة ملك النار أن تكون في عنصرك، عنصر النار، العنصر الواثق. لا تخلي تصرفات الآخرين، أو حتى مثلا أنت، خل نفرض أنك في بيئة عمل أو في بيئة دراسة أو حتى في مشروعك الخاص قاعد تبتدي، أنت حاليا قاعد تستثمر وتضخ الكثير من الأموال والجهود. نعم، لا تخلي الشعور بأنك تكون شوية مختلف يخليك تقوم بالكثير من التنازلات اللي راح يكون له تأثير السلبي على وضعك المادي. خليك واثق وخليك متمسك بأسلوبك وبتميزك. لا تعتبر اختلاف كثر ما تعتبر انه تميز. راح نوضح الكارتات، واول كارت نوضحه هو الفول. الكارت رقم 0 بالضبط، 10 الأغصان. أنت مستعد لبداية جديدة. نعم، محتاج التغيير. تحس أنك هني أشوفك محتاج التغيير، ولكن فكر جيدا شلون هذا التغيير اللي أنت مقبل عليه راح يكون له تأثير على وضعك المالي. كأنما هني قاعدة أشوف لك يا برج الأسد أن أسلوبك والطريق اللي قاعد تتبعه ما في أي شيء، بالعكس طريق جيد، طريق ممتاز، أنت على الطريق الصحيح. لا تخلي البيئة تشتتك عن أهدافك وعن أسلوبك اللي حتى حاليا قاعد تتبعه. نوضح ملكة الأرض، أوكي، 4 السيوف، مرة ثانية برج الأسد، لا تضحي بالأموال، لا تضحي بالأموال اعتقادك بأن الفرص اللي حاليا موجودة عندك راح تأتيك مرة ثانية. يعني لا تقول مثلا مش ما عليه راح أصرف، أو راح أتنازل عن حقوقي المالية، راح أتنازل عن الأسعار المبالغ فيها، راح أتنازل عن الدرجات اللي أنا أستحقها. لا تتنازل من أجل تعتقد أن يوم من الأيام رح يرجع لك حقك. لازم تستوعب أن التنازلات اللي قاعد تقدمها هني رح يكون لها تأثير على أدائك، رح تنزل من أدائك، رح تنزل من ملكة الأرض إلى الخماسي الصغير أو أميرة الخماسيات، تنزل في المستوى. تمسك باختلافك عزيزي برج الأسد خلال هذا الشهر. نشوف فارس الأكواب، بالضبط، قاعد تقدم للآخرين، قاعد تعطيهم اللي عندك، أما قاعد تعطيهم الفكرة، قاعد هني أشوفك تتبادل الخبرات، تتبادل في نقاش، في شخص محتاج مساعدتك، أو حتى مجموعة من الأشخاص يحاولون يفتحون مشروع، يحاولون أن مثلا محتاجين لخبرتك أنت حتى في مجالك، في تخصصك، في دراستك، يأخذون منك المشورة. ولكن احرص ان انت ما تقدم لهم شيء راح يكلفك انت ان تخسره. ما تقدم لهم شيء من نصائحك، من اسرارك، حتى اسرار العمل، اسرار نجاحك، بحيث ان يوم من الايام
انت اللي راح تفقد الخماس اللي بيدك، انت اللي هني قاعد تقدمه. خليك واعي انت لمن قاعد تقدم. طبعا برج الاسد من اكثر الابراج الطيبين قلبا والكثيرين في العطاء، يعطون بلا حدود، يعطون بدون حتى ان يتوقعون، كريمين. احرص ان انت ما تقع في هذا الفخ، لانك انما هني راح تتنازل او تعطي على حساب نفسك. ملك النار عندنا ملكة الاكواب، في فاصل واضح بين ان نفعل الخير في المجتمع او للاخرين، وبين ان احنا قاعدين نفعل شيء وإن كان هو خير أو منفعة للآخرين ولكن يضرنا. لازم نوجد التوازن ما بين ملكة الأكواب وملك النار، طاقة النار وطاقة الأكواب. طاقة الماء دائما طاقة نريد أن نساعد الآخرين، نريد أن نعطي الآخرين، العطاء بلا حدود. طاقة النار هي طاقة الأفعال، وما الذي أنا راح يدخل في جيبي، ما الذي أنا أريد أن أحققه. في مثل ما يقولون fine line أو خط واضح، خط صريح ما بين الأسلوبين اللي لازم تتبعهم. محتاج كل الموازنة. نوضح أميرة الخماسيات الساحر، عشان في النهاية يا عزيزي يا برج الأسد يا كريم الأبراج، ما تحس إن تم استغلالك أو التلاعب فيك. طاقة اتضحت لما انتهينا بكارت الساحر. الساحر لما تكون هنا أشوف طاقته سلبية، معناته أنه متلاعب استغلالي، يقوم بالحيل من أجل أن يحصل على شيء في المقابل. في شخص أو حتى مجموعة من الأشخاص راح يتوجهون نحوك خلال هذا الشهر، يتوجهون نحوك من أجل مساعدة مالية، من أجل أن تقف معاهم، من أجل مشورة. أشوفك هنا بما أنك ملكة الأرض تملك خبرة في مجالك، في أسرتك، في علاقتك، أنت مستقر، أو على الأقل هذا المستوى اللي حققته لنفسك حققته بتعبك الخاص. ما في أحد عطاك إياه، ما في أحد له من عليك. وإن كنت هني أشوفك لا تريد أن تكون يعني مثل الشخص السيء أو الشخص الأناني، ولكن لا، لازم توجد خط واضح وحد فاصل ما بين ما الذي من مصلحتي أسويه من أجل نفسي. في أسرار معينة، أسرار العمل، أسرار الخبرة، في أسرار معينة ما نقولها للآخرين. من وين أنت تأتي بالدخل؟ شلون سهل انك تحصل على الكثير من الاموال او الاموال اللي تحتاجها خلال فترة قصيرة؟ في ناس رح يهني اشوف يتجهون نحوك يمثلون الضعف، يمثلون الحاجة، وان كانوا مبتدئين في مجالك، توهم مبتدئين ولكن اقل منك. فاحرص، احرص كل الحرص ان خلال هذا الشهر ما تقدم مساعدة على حساب نفسك. هني أشوفك أنت دائما الفرسان هم اللي يهرعون إلى المساعدة، يهرعون إلى المساعدة، ولكن احرص أن اللي تقدمه نصيحة، نعم نصيحة، كلام، تشجيع، حلول، عطهم حلول، ولكن لا تعطيهم الخماسي اللي بيدك. الخماسي هو الشيء اللي تعبت جاهدا من أجل تحقيقه. لا تقدم لهم أسرار نجاحك على طبق من فضة، لا تقدم لهم تعرف التفاصيل الدقيقة. مثلا أنت ناجح في عملك أو منصبك كمدير، لما يأتيك شخص يقول لك أنه مثلا أشوفك أن أنت مثلا إنسان ناجح وإنسان قدوة، عطني نصائح، تعطي نصائح عامة، اجتهد، كن متعاون، النصائح العامة اللي ما راح تضرك، ولكن لا تعطي نصائح خاصة تدخل في خصوصية مثلا علاقتك مع المدراء الآخرين، علاقتك مع زملاء العمل. أنا أحذر من فلان لذلك أنا ناجح، أنا أوفر بالطريقة الفلانية بالضبط لذلك أنا ناجح. احرص كل الحرص، احرص من الأشخاص اللي يأتون وقاعدين يحاولون يلعبون دور الضعيف المحتاج الفقير اللي التلميذ. هني طاقة التلميذ، احذر، عط النصيحة وعط المساعدة وعط المشورة، ولكن دائما ملكة الأكواب تنظر إلى الكوب اللي بيدها. تعطي النصيحة أول تقول شنو في مصلحتي أنا، هل هذه النصيحة راح تتعارض، هل راح يقدر يستخدمها هذا الشخص ضدي يوم من الأيام، هل راح يقدر إنه يضغط علي فيها يوم من الأيام، هل راح يقدر يقلدها إذا كنت أنت صاحب مشروع، هل راح يقدرون الآخرين يقلدون
الطريقة اللي أنت حاليا قاعد تتبعها ولذلك يسببون في خسارتك؟ احذر كل الحذر عزيزي برج الأسد. راح ننتقل الحين إلى القراءة العاطفية. طبعا القراءة العاطفية راح تكون عامة مش مخصصة لوضع معين، وأيضا ممكن تكون معكوسة، فخذ الجانب اللي يطابقك في القراءة. ملكة النار، ملكة الأنا، تعرف شلون تعتني بنفسها وتحمي أيضا نفسها. الملكة العنيدة، هذه هي طاقتك الخاصة أنت يا برج الأسد، الطاقة النارية. أوكي، كرت العدالة برج الميزان، Two of Wands، الغصنين. في شراكة انفضت أو شخص لم يختارك بملء إرادته في السابق، فأحرص أن لما يأتيك لأن انتهت عند الخيارات الباقية، ما بقى عنده إلا برج الأسد، ما راح يصبر عليه إلا برج الأسد، ما راح يتحمله إلا برج الأسد، من أجل ذلك هو راجع. ولكن هنا عندنا الكارت يقول لنا كارما، الكارما إن اللي فعله هذا الشخص راح يرجع له في النهاية. اللي بعده ملكة السيوف، نعم، وإن كانت طاقتك هي طاقة الثقة، قاعدة هني أتعامل مع برج أسد واثق بأن الشريك راح يرجع أو راح يسمع الكلام، راح يعطي الذي يرغب فيه. الملكة التي تريد ما تريد، أنت تفكر أن الشريك راح في الفترة القادمة يعطيك أو يرجع لك، يعتذر لك، من أجل أن أنت على حقيقتك، يعني لأني أنا برج الأسد الشريك ما راح يقدر يستغنى عني. الشريك هني أشوفه استنزف خياراته الأخرى، لأن عندنا النصيحة كأن مالك هني ملكة السيوف، الملكة الشكاكة، تطرح الأسئلة، تطرح الأسئلة، تخلي فرصة للآخرين يقولون الحقيقة من أجل أن تحلل هل هو فعلا راجع من أجلي أنا، ولا من أجل أن الأبواب الأخرى انغلقت في وجهه. وآخر كارت الرجل المعلق، عدم اتخاذ، لا تعطي الشريك في الفترة القادمة كلمة نهائية، وإن كان يأتيك بعرض، وإن كان راجع ويقولك أنا مستعد أن أبني شراكة من جديد، ادخل في طاقتي اللي لن أتخذ قرار حاليا، وإنما سأطرح الأسئلة. إذا الشريك سألك سؤال رجع له سؤال بسؤال. الملكة التي تطرح الأسئلة عشان تتأكد من نوايا عليك، كأنما هني الرجل المعلق هو اللي يعلق نفسه طبعا في الشجرة من أجل أن يرى الأمور من وجهة نظر مختلفة، من منظور آخر، محتاج عدم اتخاذ أي قرار مفاجئ مع الشريك في الفترة القادمة. عليك أن فعلا تتأكد أول من نوايا. راح نوضح الكارتات. أول شيء ملكة النار، العالم، وإن كنت صاحب خبرة يا برج الأسد، وإن كنت لفيت العالم كله، وإن كنت مرت عليك أشكال، شوف لا تقع هني في فخ الثقة بالنفس، وإن كانت مرت عليك ناس كثيرة، خبرات، ناس من بيئات مختلفة، تعاملت مع جميع وشتى أصناف الناس، لا تقع في فخ أنا أستطيع أن أكشف الشخص بمجرد النظر له، لا، ابتعد عن طاقة النار، طاقة الثقة والاعتداد بالنفس، ادخل في طاقة السيوف، اسأل الأسئلة وخلي الطرف الثاني يعطيك الجواب النهائي. هل راح نتزوج؟ لماذا رجعت لي الآن؟ طيب أنت الحين راجع، أنا ما راح أقول لك إيه ولا لا، ما راح أقبلك أو أرفضك، أنا محتاج أسألك وين العلاقة راح تروح؟ لماذا انتهت العلاقة؟ ما الذي حدث بخصوص خياراتك الأخرى أو شراكتك اللي كانت قائمة مع شخص ثاني؟ هل راح تنتهي؟ هل راح تظل قائمة؟ هل تظل معلقة أثناء ما أنت راجع لي؟ اطرح الأسئلة الصحيحة من أجل أن تحصل على الجواب الصحيح من أجل نفسك. نوضح كارت العدالة. عندنا هنا أيضا ممكنك تتعامل مع برج هوائي، دلو، ميزان، جوزاء. خلنا نشوف كرت العدالة. بالضبط، سبعة الأكواب، ليس كل ما يلمع ذهبا. في أشخاص يبتعدون عن حياتنا بملء إرادتهم، نعم،
ولكن لما يرجعون يكون غصبا عنهم، لأن هني تحققت العدالة الإلهية. يواجهون الكارما تبعتهم الخاصة، الكارما هي الحوبة. لما أحد يظلمك أو يقصر في حقك سيلاقي عقوبات اللي هو قام فيه. فأحرص أن أنت ما تقف في وجه الكارما، هذه هي كارما الشخص نفسها، لأنه هو أول شيء ما ثبت العلاقة، خلى العلاقة تكون مفتوحة، خلى العلاقة تمشي بدون درب أو مستقبل واضح، بدون وجهة واضحة. فلا أنت تدخل معاه وتواجه معاه عقبات خياراته. 10 الخماسيات، ملكة السيوف، عندنا 7 الأغصان، طاقة الدفاع، طاقة عدم السماح بالدخول، عدم السماح بتغيير رأيي، ما راح أسمح لك تدخل حياتي مرة ثانية. والرجل المعلق، الموت. الموت هو التغيير، التغيير، التحول. شريكك أو الشخص اللي أنت قاعد تتعامل معاه راح يمر بتغييرات كبيرة، أنت احتمال أنها تسعدك، تسعدك لأنك أشوفك هني كأنما بانتظار هذا الشخص، أو بانتظار أن الشراكة هذه تروح في مكانها الصحيح. ولكن قبل ما تعطي هذا الشخص الإجابة بالرفض أو القبول، احرص أن تعرف أنت ماذا ستقبل، ماذا، شنو الوضع اللي أنت راح تقبله وتدخل معاه فيه، وين رايحة هذه القافلة، القافلة احنا وين متجهين، احنا راح نتغير، راح نواصل مشوار توقف بيننا، طيب وين راح نروح، وين راح نروح، شنو الوجهة القادمة. ما راح أسمح لك أن تدخل عادي ترجع الأمور بيننا، ترجع المياه إلى مجاريها بين يوم وليلة. طاقة الدفاع، طاقة أول أخبرني، عطني إجابات لأسئلتي وإجابات حقيقية، لأن ملكة السيوف هي دائما الملكة اللي مستعدة أن تقطع، تسحب السيف على أي شيء مش مقتنعة فيه، ما تلاعب وما تؤخر وما تثق بنفسها زيادة. تعرف جيدا، شوف هني كأنما بين الملكتين، ملكة السيوف هي الملكة اللي ما تخاف أن تواجه الحقيقة المرة، لأنها مرت بالكثير من المساوئ، الأمور السيئة مرت فيها، فهي مش خايفة أن تواجه الحقيقة، مش خايفة أن تواجه حقيقة أن بعض الأشخاص أو الحبيبة والشريك كان يعاملنا مجرد كخيار، كان مخلي الأمور مفتوحة وما عنده نية واضحة تجاهنا. ملكة النار تقول أكيد رح يرجع، تثق بنفسها زيادة عن اللزوم، حتى لو رجع الشريك تغض النظر عن لماذا رجع. في الفترة القادمة مع الشريك أنت بحاجة السؤال لماذا. الشريك هنا ممكن يكون حتى لو أنتم موجودين في علاقة مع بعض والعلاقة بينكم طيبة، رح يرغب بالتغيير، الانتقال إلى مدينة جديدة، تغيير العمل، تغيير المنطقة، المنزل، عند نوع من طاقة التغيير، يرغب أن يأخذك معه في رحلته، رحلة التغيير، الانتقال من المسكن أو حتى تغيير الوظائف. فأنت هنا أحرص أن ما تقبل أو ترفض العرض اللي يأتي من الشريك تجاهك لأول وهلة. ضع العرض على الطاولة، ضع على الطاولة وحلله وقيمه واسأل، اسأل، اسأل، شكك في نوايا الشريك، لماذا تريد أن ننتقل إلى المدينة الثانية؟ احتمال إذا كنت مثلا متزوجين يرغب أن يغير المدينة من أجل الابتعاد عن أهلك، من أجل أن يحصل على حرية أكثر، هني أشوف طاقة التحرر، يحصل على حرية أكثر عندما يبتعد عن مثلا أهلك وأهله. اسأل الأسئلة المهمة لكي تحصل على الجواب. هني عندنا الغصنين وتحت 10 الخماسيات، السعادة الكاملة. أعرف أن يا برج الأسد لما يأتينا شخص بنينا معاه الكثير وعندنا الكثير من التوقعات ويأتينا بالعرض اللي إحنا كنا بانتظاره، صعب أن نرفضه، صعب أن نتوقف قليلا ونحلل الأمور، ولكن هذا هي الطاقة اللي أنت محتاجها مع الشريك في الفترة القادمة. وإن كانت هني أشوفها نوايا اندفاعية، يعني مش شرط أن الشخص خبيث، عندنا أيضا كارت برج العقرب، مش شرط أن شخص خبيث، ولكن شخص قاعد يعطيك
عروض، يعطيك خيارات من أجل أنه في النهاية يحقق شيء معين في باله. أنت حلل أول شيء، قيم هل هذا الشيء اللي يريد أن يحققه راح يصب في مصلحتي أنا؟ هذا هو السؤال المهم. هل هذا الشخص اللي ابتعد والآن راجع ومستعد أن يعطيني الحياة اللي طالما حلمنا فيها، هل قاعد يفعل هذا الشيء لأنه استنزف خياراته الأخرى؟ لأنه هني في سبع الأكواب اكتشف أن ليس كل ما يلمع ذهبا، لأنه اكتشف أن خياراته الأخرى ما راح تخدمه، فأتى لي أنا، توجه نحوي أنا، الخيار الأخير، المرشح الأخير. عندما تخلى عنه الآخرون، عندما اكتشف أن الآخرون ليس كما يظن، توجه نحوي أنا. محتاج هاي النوع من الطاقة يا برج الأسد، طاقة التحليل. أوكي، رح ندخل الآن في أي أخبار أنت بانتظارها في المستقبل. ممكن تكون أخبار فحوصات، تأشيرة هجرة، موافقة على مشروع، موافقة على طلب معين، أي أخبار أنت بانتظارها خلال شهر يونيو. أول كبس، الفول الأحمق أو المشاغب، كارت رقم 0. ثاني كارت، 6 الأغصان، كارت الانتصار، ملك الأكواب، الفترة القادمة إن شاء الله فترة مريحة لك يا برج الأسد بخصوص الموضوع اللي أنت ترقبه. 9 الخماسيات، سيحتاج منك جهود فردية، 9 جهود فردية، أيضا 6 من مضاعفات 9 جهود فردية. أوكي، 6 الأكواب بالضبط. أنت ستدخل أو ستحصل على الموافقة اللي إن شاء الله أنت تنتظرها. مهما كانت الأخبار اللي بانتظارها راح تحصل عليها، وأتوقع قريبا، ما راح تأخذ الكثير من الوقت لكي تتضح لك الأمور، توضح عندك الأمور. ولكن هني النصيحة لك، 9 والستة وهني 6 الأكواب، احرص أن ما تسحب معاك أشخاص آخرين في هذا الشيء. ما أدري ليش هني كأنما الجهود لازم تكون فردية، حتى صنع القرار لازم يكون فردي. عندك الملك، الملك وصل إلى مرحلة النضوج، تملك النضوج، تملك الأموال، تملك الخبرة عشان تصنع القرار. فأحرص أن أمرك ما يكون دائما منتشر بين الآخرين. أحرص أن أنت مو شرط دائما ترجع إلى المحيطين حولك من أجل صنع القرار. هني يقول لك ما بين 6 الأكواب و6 الأغصان، طاقات متقابلة، راح يكون أو يجب أن يكون الاحتفال بك وحدك، فقط أنت. كأنما حتى لو أنت مثلا تريد أن تذهب إلى الطبيب، تريد أن تذهب لتقديم التأشيرة، تريد أن تذهب لتقوم يعني بتقديم طلبك، يجب أن تفعل الأمور لوحدك. لن تبهر الأشخاص اللي أنت قاعد تقدم لهم أو تسعى أن يوافقون على طلبك من أن تأخذ معاك وتسحب معاك أشخاص ثانيين. لما تروح تقدم على التأشيرة، اذهب داخل المبنى لوحدك، واحرص أن مو الكثير يدرون عن أمرك. الكتمان، هنا عندنا الفول، الفول دائما رقم 0 اللي بطريقة حركته هذه يقول ما عندي شيء أخفي، وطاقة أيضا طاقة إلهاء، طاقة شوية هرب شوية إلهاء. محتاج أن تأخذ شوية مسافة، فتشة عن الأشخاص اللي دائما تتشارك معهم أخبارك ورحلتك والتطورات اللي في حياتك. هذه الطاقة جدا مهمة، ادخل في هذا الأمر لوحدك. أنت تملك كل ما تحتاج، تملك النضج، تملك التفكير الصحيح، تملك حتى المقومات، المقومات الشكلية ومقومات الخبرة أيضا.
عندما تدخل إلى المبنى أو تدخل على هؤلاء الأشخاص، احرص أنك تدخل لوحدك. هذه هي الرسالة لك، ولا تتشارك أمورك مع الأشخاص اللي حولك طوال الوقت. خل عندك نوع من الاستقلالية، مش الخفاء، أخبي الأمور، ولكن استقلالية أكثر. استقلالية أني أسوي الأمور لوحدي، أعتمد على نفسي. لا تقول أنك تحتاج للآخرين، لا، هني الكروت تقول لي أنت تملك كل ما تحتاج، لازم تسوي الأمر وتقدم عليه لوحدك. عزيزي برج الأسد، من أجل أن تبرز في أعينهم، من أجل أن تحصل على مرادك، راح أسحب لك كارت تبع ما هي الطاقة التحذيرية أو الرسالة التحذيرية لك خلال الشهر. أوكي. The High Lord of Gratitude and Service، سيد الامتنان، يتكلم لك عن السلفسنس، هيوميليتي، التواضع، كونشس اكشن، نتصرف عن طريق واعي. كارت رقم 2، سلفلسنس عكس السلفلشنس، عكس الأنانية هو العطاء بلا حدود. عزيزي برج الأسد، ابتديت القراءة معاك وأنا أقول لك أنك من الأبراج اللي جدا كريمة، عندما تعطي لا تتوقع، ولكن مثل ما قلت لك هني لازم تحرص ما بين أن تكون شاكر للنعم اللي الله عطاك إياها أو اللي راح تأتي في طريقك، وما بين أنت هني أشوفك ترغب في تعليم الآخرين. هذه طاقة الجورو، المعلم، المدرس، الشخص الحكيم اللي ينصحنا، ما بين طاقة حبك لتعليم الآخرين والعطاء مع الآخرين. اثنين، العمل دائما في شراكة مع الآخرين. احرص ان انت ما تعطي اكثر من اللازم، ما تعطي على حساب نفسك. هذه هي الرسالة اللي ابتديت معاك القراءة فيها، وهذه هي الرسالة اللي قاعدين يحذرونك منها في نهاية القراءة. لازم يكون عندك توازن ما بين أنا شنو قاعد أعطي من نصائح من خبرات، وما بين شنو من المعلومات أو العطاء اللي ممكن أعطيه الآخرين ممكن يكون على حساب نفسي، على حساب استقراري، على حساب المرحلة الجميلة اللي راح أوصل لها. ليش؟ لأن أيضا هاي الرسالة تكررت، المرحلة الجميلة اللي قادمة في طريقك لازم تستوعب أن تطلب منك جهود فردية. مهما كان الشيء اللي بانتظاره، مطلوب أن تكون واقف وحيدا منفردا عندما يأتي باتجاهك، ما يكون معاك أشخاص، ما يكون معاك متفرجين. هذا الكارت معكوس، ما يكون معاك متفرجين، تقوم به لوحدك ومع نفسك من أجل أن يأتيك في طريقك. ولا تعطي أكثر من اللازم، هذه هي الرسالة لك خلال شهر يونيو. وراح اسحب لك كارت من الطاقة الحيوانية، نشوف طاقة اي حيوان راح تحتاجه خلال هذا الشهر. الماف، حشرة العثة، عنصرها هوائي. إذا تذكر في القراءة العاطفية طلعت لنا هني ملكة السيوف، العنصر الهوائي. العنصر الهوائي هو نصيحتك لهذا الشهر، هي الطاقة اللي راح تحتاجها، طاقة التحليل، طاقة أن ما أتصرف طبقا لغرائزي. طاقة النار هي طاقة الغرائز، غريزتي تقول لي لازم أساعد الآخرين، غريزتي تقول لي لازم أعطي، غريزتي تقول لي لازم أشارك. أضرب بريك، هني طلع لنا بعد سابقا الرجل المعلق، اضرب بريك، توقف، خذ وقت مستقطع لنفسك وحلل. محتاج أن تدخل في طاقة التحليل، طاقة الهواء. هذه الطاقة مش الحيوان نفسه، وإنما اللي قاعد يجذبني هو العنصر الهوائي اللي أنت راح تحتاجه خلال هذا الشهر. حلل ما هي نوايا الآخرين، شنو اللي راح يقدمون لي في المقابل، وشنو أنا قاعد أقدم لهم، وهل اللي قاعد أقدمه لهم راح يأثر على استقراري الخاص. هل أنا قاعد الماث دائما تتكلم هاي الحشرة عن اعتقادها كثيرة الانتقال، دائما تعتقد عندما تنتقل من مكان لمكان أن المكان الثاني أو الجديد راح يكون أفضل.
انت هني اذا تذكر ابتدينا معاك القراءة في الجانب العملي، تعطي الخماس اللي في يدك باعتقادك انه راح مع الوقت يأتيك خماسي اخر، راح تأتيك فرص اخرى. نعم الفرص لا تتوقف عن البزوغ في حياتنا، ولكن هذا الشيء راح يكلفك، لازم تستوعب انه راح يكلفك شيء على حساب نفسك. لما تنتقل من وضع الى وضع تقول مثلا خلاص انا هذا المشروع او هاي الوظيفة سانتهي منها، فراح اعطي الاشخاص اللي اقل مني خبرة نصائح وانتقل للوظيفة اللي اعلى، ولكن اللي مش قاعد تشوفه انه راح يكون لهم تأثير عليك، راح يصلون لك، وحتى انت هني في حشرة العثة تنتقل الى المكان الجديد، تنتقل كثيرا باعتقادها ان المكان الجديد افضل. هل فعلا راح يكون افضل؟ وهل الخماس اللي في يدك اللي قاعد تقدمه للاخرين اللي هو المال النصيحة الفرص، هل انت متأكد؟ هني تتكلم عن المخاطرة هذا الكرت، هل متأكد ان انت ستقوم باستبدالة في وقت قياسي ووقت قصير، او راح يأخذك وقت وجهد؟ فلما تريد هني ترجع للمكان القديم للأسلوب القديم، راح تشوف ان الاشخاص اللي نصحتهم وجهتهم اخذوا نصيحتك واستملكوا المكان عنك. ممكن يكون حتى في الجانب العاطفي هذه هي النصيحة، انت خذ النصيحة بما تحس انها يناسب، انها تناسب حياتك بشكل عام. عزيزي برج الاسد، هذه كانت قراءتك لشهر يونيو.